بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أحسنكم خلقا. إن من أجمل ما في ديننا الإسلامي من أخلاق ومشاعر، لا أقول فقط للبشر، لا أقول فقط للمخلوقين الذين أعطاهم الله ومن الله سبحانه وتعالى عليهم بالعقول، وإنما أعطى ديننا من المشاعر ومن الأحاسيس أيضاً لغير البشر، حتى للحيوان. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب الإحسان في كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. انظر إلى المشاعر التي أعطاها ديننا الإسلامي، حتى إذا أراد أحدنا أن يضحي فعليه أن تكون هنالك من الإحسان في المعاملة حتى مع الأضحية. فلذلك هذا الدين، الدين الجميل، هذا الدين الشامل بكل مقوماته، إنه يراعي المشاعر ليس فقط أيضاً للأحياء وإنما للأموات. ونحن اليوم في مقبرة الشهداء نريد أن نسلط الضوء على أدب التعامل في زيارة القبور وأدب التعامل في الجنائز، وكل ذلك إن شاء الله تعالى سيشمل في حلقتنا أحسنكم خلقا. ونحن الآن في مقبرة الشهداء في خليل الرحمن، وقبل أن نتكلم عن آداب زيارة القبور دعونا نتكلم عن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. عندما كان يأتي الخبر بوفاة أحد، ما هي السنة وماذا كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ فلذلك نحن اليوم لو سألنا سؤال: إذا جاء أحدنا خبر بوفاة أحد ماذا يقول؟ أغلب الناس وأكثر الناس يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، وهذا من الأخطاء الشائعة. فلذلك علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا جاءك خبر بوفاة أن تقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. لماذا؟ لأن كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله ليس موقعها في هذا المكان. لا حول ولا قوة إلا بالله هي للاستعانة على ما هو آت، حتى الإنسان يستطيع أن يتحدى وأن يتحمل المصائب والأقدار التي تأتيه في المستقبل، يستعين بلا حول ولا قوة إلا بالله. إنما إذا جاءه خبر، هذا الخبر يحتاج إلى الصبر والتصبر، فعليه أن يلتزم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنا لله وإنا إليه راجعون. فهذه أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، تعلمنا أدب، أدب عظيم جم جدا علمها إياه النبي صلى الله عليه وسلم. عندما توفي أبو سلمة جاءها الخبر، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: يا أم سلمة قولي إنا لله وإنا إليه راجعون. فقالت: إنا لله وإنا إليه راجعون. ثم قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: قولي يا أم سلمة اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. فماذا قالت؟ يا رسول الله، ومن خير من أبي سلمة؟ مين أحسن من الرجال؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قولي اللهم اخلف لي خيرا منها. فقالت: اللهم أجرني في مصيبتي، أي بموت أبي سلمة، واخلف لي خيرا منها، فما هي إلا أيام ويتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو خير الخلق أجمعين. فلذلك من لزم غراس السنة في أدب التعامل بأخبار الموتى وأخبار الجنائز والقبور، فإن الله سبحانه وتعالى يخلفه الخير العظيم. أحسنكم خلقا، ما زلنا مع الجنائز قبل أن ندخل إلى آداب القبور والمقابر. فحديث النبي صلى الله عليه وسلم وباقى من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن السنة النبوية التي نتعلم منها أخلاقيات وأدبيات التعامل مع الجنائز والقبور، هنالك عدة آداب. أولى هذه الآداب: أول ما يأتيك الخبر بوفاة أحد عليك أن تصبر وتتصبر. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ إنما الصبر
عند الصدمة الأولى، يعني الأجر العظيم يكون أول سماعك للخبر. عشان هيك وصيتي لكم أيها الأخوة المشاهدين أقول إذا جاءك الخبر اعلم أن الأجر العظيم يترتب مباشرة أول سماعك، فكل مباشرة إنا لله وإنا إليه راجعون مع الصبر الجميل. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، إذا مشينا في الجنازة فإننا في هذه الأيام والله المستعان نرى من الأحوال والعوارض التي نراها في الجنائز حقيقة ما أنزل الله بها من سلطان، كرفع الأصوات وغيرها. هذا ابن عمر عندما كان يمشي في جنازة فقال أحد الناس استغفروا لأخيكم بصوت عالي ومرتفع، فماذا قال له ابن عمر؟ لا غفر الله لك. بمعنى ليس هذا هنا موطن الذكر والدعاء والاستغفار وأنت في الجنازة في صوت عالي، ادعو بنفسك، استغفر بنفسك، لأن العبرة والمناط في الجنازة أن نتذكر الآخرة، أن نراجع حساباتنا مع الله، أن نراجع أوراقنا ونحن نسير في الجنازة. فلذلك هناك عدة مغالطات تكون في الجنائز، والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا الأدبيات والأخلاقيات في التعامل مع الجنائز. ثم إذا ما وصلنا إلى المقبرة فهنالك الصلاة تكون صلاة الجنازة على الميت، فأقول وحر قلبه حقيقة عندما توضع الجنازة ونريد أن نصلي عليها صلاة الجنازة، فإنه مما يحرق القلب حقيقة عندما ترى بعض الناس ينؤون بأنفسهم خارج صلاة الجنازة وهم ينظرون إلى هذا الميت بأعينهم، بمعنى آخر أنهم لا يصلون. فأقول سبحان الله، إذا لم تصلي في هذا الموطن وفي هذا المقام قل لي بربك متى تصلي، أو عندما ندخل في الجنازة إلى المسجد تجد أغلب الشباب خاصة فئة الشباب تجدهم خارج المسجد ينتظرون الجنازة. قل لي بربك إن لم تصلي في هذا الموطن وتتعظ في هذا المقام متى تتعظ؟ أقول كما قال قائلهم، إذا قسى القلب لا تنفعه موعظة، كالأرض إن سلخت لا ينفع بها المطر. الآن قبل أن ندخل إلى الدعاء والسنة النبوية، إذا دخلنا إلى القبور ماذا نقول؟ ومن المحاذير التي حذرنا منها النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع القبور والإيذاء القبور، فدعونا نأخذ بعض المقابلات مع الناس حتى نعرف ماذا يعرفوا عن أداب القبور، ماذا يعرفوا عن الأدعية إذا دخلنا إلى المقابر، حتى نعرف هذه الثقافة بين الناس هل هي من السنن المهجورة حقيقة أم لا. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، كل التحية لتلفزيون فلسطين والمشاهدين والمتابعين الكرام. اللي بعرفه عن زيارة القبور أولا هو أنه بالنسبة لك السلام عليكم دار قوم المؤمنين، أنتم السابقون ونحن اللاحقون بكم إن شاء الله. الناس بتعرف شغلات كثيرة، بدع، موروثات، الله أعلم إلها أصل ما إلها أصل. هل في الأساس أنه السلام عليكم دار قوم المؤمنين؟ كل احترام بارك الله فيك، يعني هذه هدية متواضعة من إخوانك في وزارة الأوقاف على الكلام الطيب اللي تفضلت فيه، وشكرا لك كل احترام. شرفتونا، اهلا وسهلا. لو سالناك اخي الحبيب انه لما تدخل المقبره او الى المقبره هنالك وردت احاديث وادعيه كان النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم بها عند دخوله الى المقبره، عندك شيء من هذه المعلومات؟ الشيء الوحيد الوارد عن الرسول عليه الصلاه والسلام انه لما كان يزور القبور بس السلام عليكم دار قوم المؤمنين انتم السابقون ونحن اللاحقون، بس تحيه القبور غير هيك كله بدع. وفي شغلات كمان كثيره اللي هي بتنعد جهل لاحظناها بالسنين الاخيره، زي مثلا ان العويل والنواح بالقبور. واهم شيء وصى كمان الرسول بالاحتشام لما بفوت على القبور، يعني بنلاحظ كثير ظاهره البكاء على القبر، هذا نهى عنها الرسول هاي الشغلات. وبالذات بالاعياد، يعني الاعياد ربنا جل جلاله اعطانا اياها نفرح فيها مش نحزن فيها، يعني وصى انه قديش بنقدر
نبعد عن القبور ونحاول بأيام تانية تذكر مثلا موتانا، نذكر موتانا وندعي إن شاء الله للمسلمين بالرحمة لعامة المسلمين. ما شاء الله كل احترام، ما شاء الله كل احترام، بارك الله. اللهم بارك. يعني الأخوة هون لخصوا لنا الحلقة في الأدعية النبوية والآداب من باقة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في زيارة القبور. أولا التحية، السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، أنتم السابقون، نحن إن شاء الله بكم لاحقون. ثم كما ذكروا إخواننا هنالك لا يجوز رفع الأصوات والنياحة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ثم ننتقل نكمل أحسنكم خلقا مع باقة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. لما تدخل المقبرة كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا ماذا نقول؟ أول شغلة يعني أول ما بنخش على المقبرة يعني بندعي، بنقول أول شيء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا عباد الله الصالحين، أنتم السابقون ونحن اللاحقون. إيه اللهم وسع من قبورهم واجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، ويعني بنتعلم اللي بنعرفه وبنحفظه. اما انه بنحط في الاعتبار انه ممنوع مثلا نمشي على القبور او نقعد على القبور، او في بعض الشغلات يعني صعب الواحد انه يحكيها على الجهاز بتتم على القبور، فالقبر له رحمه يعني له احترامه. كل احترام، ما شاء الله. يعني لخص لنا الحلقة بهذه الكلمات المختصرة اليافعة النافعة، حقيقة كل احترام إليك، وهذه هدية مقدمة من إخوانك في وزارة الأوقاف تلفزيون فلسطين، كل احترام، بارك الله فيك. الآن بعد أن رأينا وسمعنا آراء الناس ومعرفة الناس وثقافة الناس في زيارة القبور وزيارة الجنائز وآداب الجنائز، دعونا نتعلم كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل إذا دخل المقابر. كان صلى الله عليه وسلم إذا دخل المقبرة فإنه أولاً يرد السلام، تأمل كيف يتعامل، حتى وإن كانوا أموات وإن كانت قبور فإنه يجعل لهم من الاحترام والتقدير، والمكان هذا الذي يدخله النبي صلى الله عليه وسلم فيسلم ويرد السلام عليه، فيقول هكذا إذا دخلت المقبرة أن تقول السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، أسأل الله لنا ولكم العافية. تأمل كيف النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يتعامل مع ناس أحياء لدقة الأدب وقمة الأدب وروعة الأدب حتى مع الأموات، هذا جمال الدين الإسلامي. ثم أختم بهذه الكليمة، ونحن الآن في مقبرة الشهداء. النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من مسألة، وحقيقة كثير من الناس يستهين بهذه المسألة. ما هذه المسألة؟ أننا نرى بعض الناس خاصة وقت الجنائز إذا أرادوا أن يدفنوا أحد، فإنك تجد بعض الناس يجلس على القبر أو تجده يمتهن القبر بحركة معينة، والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول لهؤلاء الذين يجلسون على القبور؟ مجرد الجلوس فقط. تأمل، حذر النبي صلى الله عليه وسلم فقال لئن يجلس أحدكم على جمرة أهون عليه، حتى تأمل تكملت الحديث، أن يجلس على جمرة فتخرق ثيابه إلى جلده أهون عليه وأحسن له من أن يجلس على قبر. كل ذلك وهذا الذي يتكلم به النبي صلى الله عليه وسلم من أجل احترام وتقدير أهل القبور حرمة لمقامهم حتى وإن كانوا أمواتا. هذا هو الدين الذي نتعلم منه أحسنكم خلقا مع الأحياء والأموات.